كرة القدم لعبة حياة، من الذي حولها إلى لعبة موت؟ للأسف الشديد الصدمات ما زالت مشتعلة ومستمرة، والسؤال كيف تحل الأزمة؟ من الشخصيات التي نثق في حكمتها في التعامل مع هذه الأمور وفي معرفتها أيضا باللوائح القانونية، الكابتن شطة كابتن النادي الأهلي السابق والمدير الفني بالاتحاد الأفريقي. كابتن شطة أهلا بيك. اهلا اهلا على السؤال زي حضرتك. اهلا بيك يا كابتن شطة. السؤال الان كيف تحل الازمه؟ واضح انه الغضب عم الجميع، يعني لا توجد جبهه راضيه عن العقوبات التي تم فرضها على النادي المصري، تجميد لمده سنتين، ملعب عدم اللعب عليه لمده 3 سنوات. في غضب شديد عند الجميع، عند اهالي الشهداء وعند النادي الاهلي وعند النادي المصري وعند الألتراس مشجعي النادي الأهلي. السؤال كيف تحل؟ هل يمكن الحل يكون اللجوء للمؤسسات الدولية، اللجوء للفيفا؟ ما هو الحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الموضوع معقد جدا، يمكن دي أعقد مشكلة كروية في تاريخ كرة القدم، نظرا لوجود الثورة في تلك الفترة والصدامات اللي موجودة وغياب الأمن والاتهامات المباشرة أن هناك مخطط لهذا الأمر في ملعب من ملاعب كرة القدم. الحقيقة المشكلة ولا الاتحاد الدولي هيحلها، ولا الاتحاد الأفريقي هيحلها، ولا الاتحاد المصري هيحلها. اللي هتحلها الأجواء، كيفية تحديات الأجواء، كيفية تقبل القرارات، وأن يكون هناك حكماء يستطيعوا أن يحلوا هذه المشكلة. المشكلة لن تحل، والعقوبات مهما تصدر عقوبات لتناسب حجم الكارثة لن تكون العقوبات لن تكون على مستوى الحدث. فيجب علينا جميعا أن ننظر الأمر نظرة يعني ثاقبة، عشان ما يكونش هناك أي نوع من التجاوز حتى. أنت شايف أنه طوق الإنقاذ الوحيد هو تدخل الحكماء لحل المشكلة بشكل ودي وتقبل كل أشكال العقوبات، لكن لا اللجوء للاتحاد الدولي ولا الاتحاد الافريقي ولا لاي مؤسسه هيحل هذه المشكله. سؤال الخوف، الاتحاد الدولي يغلص العقوبات كمان، يعني الخوف انك ترفعها وتغلص العقوبه تبقى مشكله ثانيه. فاحنا بقى يجب علينا ان نكون حكماء، ان الاتحاد المصري لما اصدر هذا القرار اللوائح ما كانتش فيها، لو واحد قتل واحد في ملعب ولا لو حصل انهيار في مدرج نتيجه اقتحام لناس يعني ارهابيين او تدخل لجهات خارجيه، الحاجات دي ما بتحصلش في الكوره، عشان كده لا توضع في اللوائح. والعقوبات دي اخذت بالقياس. فاحنا يعني انا بقول بمنتهى الصراحه انه هذا الموضوع منذ ان حدث قلنا حله في منتهى الصعوبه. الاهلي لن يقبل باي شيء يرضيه غير انه يكون هناك عقوبات مغلظه حتى فيها نزول او فيها حرمان. الاهلي بوضوح قال انه عاوز هبوط النادي المصري. لا معلش، ما هو لا يفصل المجني عليه كيفيه اعطاء العقوبه، مع احترامي الشديد للنادي الاهلي وانا راجل اهلاوي يعني تحت كل اظافري ودمائي للنادي الاهلي، لكن عشان اقول العقوبه تبقى كذا او لا تبقى كذا او انزال، لو في اللائحه كان في خصم نقاط من النادي التي تحدث فيه هذه المشاكل والنقاط تنزل النادي، يجب ان نخضع لهذه اللوائح، لكن اللوائح ما قالتش فيها ان يكون هناك خصم نقاط الا اذا كان على حسب ما انا علمت انه لا، اللائحه دي فيها مادتين بتجيز ان تكون العقوبه 3 سنوات وسنتين تجميد. هل الكلام ده صح؟ انا لم اطلع على لوائح الاتحاد المصري حقيقه ولا استطيع ان افتي، ولكن كما ذكرت في المواقع الالكترونيه اليوم انه الاتجاه انه تقدم التماس او تقدم شكوى للاتحاد المصري ترفع على الاتحاد الافريقي لترفع على الاتحاد الدولي. طيب كابتن شطة، يعني اللجوء للفيفا اذا كان ده سلاح يرفعه البعض الان، انت بتقول انه ليس حلا، وانه الفيفا هنا يمكن ان يتعامل مع هذه القضيه ازاي؟ ما الفيفا برضه عايزه تشوف، لانه الفيفا برضه دي مست كره القدم في مقتل. هذه القضيه، وانا كنت في الجابون في خلال بطوله كاس الامم في تواجد التجمع الكبير لافريقيا في هذا الحدث العظيم مع الاتحاد الدولي هناك، وحدث المأساة والجميع كانوا هناك. وطبعا يعني ذكر ان هذا هو اليوم الاسود في تاريخ كرة القدم، ان يكون هناك قتل متعمد في مدرجات كرة قدم، الناس رايحة تتفرج. فكانت الحقيقة الفيفا راضية ان الموضوع انه يحل محليا، عشان ممكن
هذا الغضب ينعكس في كيفية أن توضع حلول لهذه المواضيع ويكون الضحية في كرة القدم في مصر. فأنا بقول أنه يعني الموضوع التهدئة والحكماء وتقبل القرارات من الجانبين وتضحية من الجانبين المصري يجب أن يعاقب، وأن جمهور النادي المصري يجب أن يعاقب لأنه حصلت في أرضه هذه الأشياء الدموية من غير أن يكون هناك أي نوع مثلا من تقليل هذا الشعب العظيم، هذه البلد يعني الناس عايشة فيها مع بعض في تآخي في ظل هذه الصورة. طيب كابتن شطة، بس سؤال أيضا من خلال خبرتك في التعامل مع هذه المسائل دوليا وأفريقيا، حينما تختلط السياسة بالرياضة بمعنى أنه الخلل الأمني هو جزء من السياسة التي نعيشها الآن وتفتح الأبواب للمؤامرات، وبالتالي يمكن للبعض أن يقول أنه المصري أيضا كان ضحية لمؤامرة سياسية وأنه اختلطت فيها السياسة بالرياضة، قدر لملعب النادي المصري أن يكون هو الساحة، كان يمكن أن يحدث ذلك في أي ساحة أخرى. يعني لو ذهب الموضوع للفيفا مع احتجاجات على أنه هذه القضية اختلطت فيها السياسة بالرياضة وأنه مصر تعيش أوضاعا الخلل الأمني هو العنوان الأساسي فيها، كيف سيتم التعامل معها؟ هنا في الحتة دي تكمن صعوبة هذه القضية لاختلاط السياسة بالرياضة، لأن السياسة يختص بالرياضة وإدارة كرة القدم الاتحاد والمسؤولين في كيفية وضع عقوبات، وهناك جريمة بينظر لها الحقيقة النيابة وتنظر لها المحاكم عشان تحقق فيها، عشان كده هذا الأمر أصبح صعبا. ولكن أنا من وجهة نظري بدون أن أكون هناك يعني نوع من أي تحيز، أن هذه العقوبة قد تكون عقوبة مناسبة وقد تكون عقوبة مخففة، وممكن يكون هناك يعني إصدار قرارات أخرى في هذا الأمر. ولكن اتحاد كرة القدم بينظر للمباريات بعد انتهاء المباراة، الحرمان للملعب هو القرار اللي دائما بيكون قاسي، حرمان اللي هي الملاعب عشان الملعب حصلت فيه هذه المأساة. حرمان الملعب، لكن النادي المصري لا توقع عليه عقوبة يعني السنتين دي قد يعني منها سنة هتعدي، ويعني هتكون برضو عقوبة مناسبة، لأن الحقيقة لاعبي المصري والنادي المصري لا يمكن يكونوا طرف في هذه المؤامرة الدموية، استحالة يعني. وأنا لعبت كرة قدم، في هناك تعصب شديد جدا، وهناك في كراهية من بعض الناس للنادي الأهلي، دي حاجة معروفة استغلتها الظروف الراهنة والثورة وخلت المأساة الدموية دي عشان تهز كيان كرة القدم ومصر، وهزيتها حقيقة في على المستوى العالمي، كل الناس حزينة. كابتن شطة المدير الفني بالاتحاد الأفريقي، ألف شكر.